وين النقيب فارس؟ جوا بمكتبه. تفضل. دخيلك بعرضك يا سيادة النقيب تساعدني. خير، شو في كمان يا ست سعاد؟ زوجي السابق طليقي موفق، الله لا يوفقه لا يوجه له الخير. خطف الولد مرة تانية ما هيك؟ خطفه يا سيادة النقيب، إن شاء الله بيخطفه عزرائيل وبريحني منه. من وين خطفه؟ من قدام البيت، كان عم يلعب مع الأولاد الصغار، قام خطفه وهرب. سيادة النقيب، هاي جريمة ولازم يتحاسب عليها، لازم تحبسوه، وإذا بيطلع بإيدكم شنقوه كمان. خطف الأب لابنه ماله جريمة يا ست سعاد. شلون ماله جريمة يعني؟ أساساً لو ماله مجرم، ما كنت حكمت المحكمة إلي بالحضانة. المحكمة ما حكمت لك مشان هيك، المحكمة حكمت لك لأنه الطفل لساته صغير، والأب من حقه يشوف ابنه أيمتنا بريد. يا سيدي ابنه ما بده هالشوفة. يا سيادة النقيب الله يخلي لك أولادك، مشاء الله خلينا نلحقه قبل ما يهرب بالولد. طيب لوين بده يهرب فيه؟ أكيد لعند أخته بالجزيرة. ألو رقيب تحسين، تعال عندي بسرعة. مروا سيدي. بتشكلوا لي دورية فورا وبتطلعوا على كراج انطلاق الشمال مع المدام وبتجيبوا لي الطفل فادي من ابوه موفق. حاضر سيدي. شكرا كثير سياده النقيب، بسرعه الله يوفقك بسرعه. ايه ايدك علي ارجع شدي يا فراق ارجع شدي لا شدي ولا انك تفكري اتوال منك كيف ما انت يا جماعه صحتين يا عمو. يا جماعه والله العظيم عيب عليكم، كل يوم الثاني عم تتخانقوا قدام العالم وفايتين طالعين على المخافر، ما حلو بحقكم. يا سيادة النقيب بترجاك افهمني، هذا الولد لازم يربى عندي انا. وليش لحتى تربيه انت بقى؟ ليش انا شو بساوي هون؟ لانه انت ما خرجك تربي قطه، سوس، سعدان. ليك انا مرباي وبعرف ربي احسن منك يا مشرشح يا بخي يا انت، ليك خلي الطابق مستور احسن لك. ها بضميرك بوجدانك يا سيادة النقيب، لك هي خرجت تربي اطفال هي. لكن انت اللي خرجت تربي. نكيل على هذيك الساعه اللي جوزتك فيها شو كانت منحوسه. الله وكيلك يا سيادة النقيب. انا قلت له لاهلها، قلت له لك هي البنت على صغير، قالوا لي ولا يهمك طول بالك، بكره بس تكبر عالم يكبر معها. تاري كانوا خايفين هي وانا لو ما في علم بين ايديهم. لك 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 شوف مين عم يحكي. الله وكيلك يا سياده النقيب، ايدين اهلي ايدين اهلي اهترت وهو نازل تبويس وتمجيء فيهم منشان ياخذني. ولك انا موسل لاهليك، انا موسلهم. الله وكيلك يا سياده النقيب، دحش هو بانفي دحش ولك طبعانين بمصاريه. دخيلك وشو فايده المصاري اذا كنت بخيل ومنشح. يا جماعه يا جماعه منشان الله خلينا نحل هالمشكله بالتفاهم اذا بتريدوا. سيدي موفى انت زلمة عاقل وبتفهم، والمحكمة حكمت لمرتك بالحضانة صح ولا لا؟ ما اختلفنا يا سيادة النقيب، بس انا بحبه لابني كتير ما بقدر اعيش بلاه. سيادة النقيب لا تصدقوا، انا بحبه اكتر منه مليون مرة، انا امه. كذابة يا قلب بتحبه، انا ما بقدر نام بلا ما اشوفه يا سيادة النقيب، كل يوم لازم اشوفه. شو هالحكي؟ ليش وينك لما بكون مغوص وتعبان؟ وينك يا اخي عامل حالك مجرد حضانة؟ لك خلصنا؟ لك صرعتولي راسي؟ العمى! انا عندي الشغل ماني فاضي لكم. ست سعاد خذ ابنك مع السلامة روحي انتي، وانتي يا سيدة موفق المحكمة حكمت لمرتك بالحضانة، إذا بتريد تشوفه بشكل قانوني خلصونا بقى لعمل على هالمشكلة. ماشي الحال ماشي الحال، مو مشكلة. ايدي عم تجاني ماما. من وين حبيبي؟
كسر لك ايدك ما؟ الله يكسر دياته يا حق. ومن شو صار معه هيك الصغير؟ وقع يعني؟ لا شو وقع، بس جوزي هو اللي خلع له ايده. جوزك؟ اي جوزي السابق، طليقي يعني. الله لا يبليك بهيك رجال يا دكتورة. لك بده يخلصني الولد بالقوة قدام الناس، هو يشد وانا شد، هو يشد وانا شد. هي الله يعطيكم العافية، كنتوا كسرتوا له ياها شقفتين اذا مالك درياني. انا ما دخلني دكتورة، هذا موفق الله لا يوفقه. عموما بتجيبي له هذا الشرب، بتعطيه 3 معالق كل يوم، بتديري بالك عليه كثير منيحة، لا تخليه يعمل حركات عنيفة. تكرم عيونك، دكتورة والله انا حاطته بعيوني، بس هذا جوزي، هذا طليقي السابق، هو اللي نكد علي عيشتي وعيشة هالولد. مرحبا. اهلين امي، مرحبتين. شبك؟ متخانق انت وحدا؟ ايه متخانق. انت ومين؟ معقوله لك امي في واحد مثلك بهالعمر بيتخانق مع العالم؟ مع مين متخانق؟ انا وسعاد. مشان صغير ما هيك؟ اذا ما بحرق لها قلبها مثل ما حرقت قلبي ما بيكون اسمي موفق. وخطفت لها يا؟ ايه نعم، وكنت بدي اخده وروح لعند اختي بالجزيره، بس الشرطه كمشوني بالكراج. لك يا ابني اتركها بحالها هي وهالصغير، شو بدك فيها؟ روح دور لك على عروس مشان تقدر تكسر راسها. شو بدك فيها المشاكل هاي؟ ما بكسر راسها الا اذا صار الولد عندي هون بهذا البيت وربيته انا على كيفي. ولك عشت مع مرتي الاولانيه 13 سنه من دون اولاد، هلا هي جاي تحرمني منه؟ الله يهدي. يلا ماما قوام على غرفتك بسرعه. شو صغير؟ ايده مفكوشه شوي. ومين فكش له اياها؟ ليش في غيره موفق يكسر لي ايديه ان شاء الله. رجعت تتخانقت وياه مشان الصغير ما؟ يا امي خطف لي الولد، خطف لي اياه وكان بده يهرب فيه. اي خطفه؟ شو هالشغله العظيمه يعني؟ موفق بضله ابوه، ما في حدا غريب. يا امي موفق بده يكسر لي راسي، بده يزلني ويحرمني من ابني. ما فشرت عينه يكسر لك راسك؟ انت بس قوي لي قلبك شوي وزدتي له اياه، والك علي لا الك عريس بيسوى راسه. ما بقدر امي، ما بقدر بنوب، ما بيطلع بايدي. يا لطيف شو راسك يابس، طال على ابوك الله يرحمه. شو نص اليوم شايفه جاي على الوقت كمان؟ طبعا حبيبي. طبيعة شغلنا تتطلب الدقة الشديدة واحترام الوقت والانتباه يا سيد الموفق. حلو الكلام. تكرم. بتعرف شو بدي منه؟ لا والله ما بعرف. بدي اخطف. شو ها؟ ايه لا حبيبي لا. أنا ما فوت الفوتات منه. شو خطف ما خطف؟ ما دخلني بالقصص، السلام عليكم. لك طول بالك انت الثاني، شباب تغري السلام عليكم، ليش عارفان مين بدي اخطف بالاول؟ لا والله مين بدك تخطف؟ ايه ابني فادي. ابنك؟ ايه. وليش بدك تخطفه؟ لانه هيك بهالعمليه بكسر لها راسي على مرتي القديمه. طيب انا شو المطلوب مني؟ يا عيني عليك، انا بدي اياك تراقب لي ومرتي وابني، بتراقب كل تحركاتهم. ايمتى طلعوا؟ وين راحوا؟ وين فاتوا؟ منين اجوا؟ مع مين؟ يعني بالمختصر مفيد بتراقب لي كل تحركاتهم. إذا هيك على عيني وراسي، بس أنا ما دخلني بالخطف ها؟ ولا يهمك، مين بده إياك تخطف؟ أنت بس بتراقب لي إياهم، إمتى بيطلعوا وإمتى بيفوتوا؟ لما بيفوتوا لشي محل وبيقعدوا فيه، فوراً تتصل فيه، معك موبايل ما هي؟ طبعاً، لزوم الشغل حبيبي. منيح. مسيك، هي صورتي أنا ومرتي وابني. حلوة والله الصورة. بس ليك أكون عم تضحك ومبسوط. ايه لاني كنت مغشوش، بعدين شو بدك ياني كشر بالصورة؟ ما طلبت لنا شيء. جوهر! الله! جيب لنا كاسة شاي. الو. ايه حبيبي ولا يهمك، 6 بالدقيقة بيكونوا عندك. ماشي. يلا السلام. Thank you.
طبعا رح الحقهم شغلتي هي. وفاق جماعتك هلا فاتوا على الجنينة، يلا رح نحاول. يلا بالونك طير يا صغير، معنا من كل الالوان، اصفر واحمر واخضر، بالونك طير يا صغير. مرحبا، مين حضرتك؟ انا موفق. شباك شو وينه الجماعه؟ شو عامل لي حالك تحري؟ عم ضارب علينا شايف انا لك. ايه وين الجماعه؟ هاي مرتك وابنك، استلمت؟ ايه استلمت. خلص بحاسبك بعدين، تيسر انت. يلا مع السلامه. يا البالونات خطف لك ابنك. ليكي وينه؟ ليكي اللي كان السبب بجاه النبي. الحالة بسيطة، ما فيها شيء، الحمد لله سليمة. بس شوفي يا ست سعاد، المرة الجاي أنا مضطرة أخبر الشرطة. لا 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 دكتور، إذا بدك خبريهم هلا، خليهم ياخذوه ويحبسوه ويريحوني منه أنا وابني كم شهر زمان، من شان الله خبريهم. شيء غريب فعلا، كيف بيهون عليكم تساووا هيك بهالطفل؟ لك رح تعقدوه؟ يا دكتورة صدقيني أنا ما فيني نام الليل إذا ابني ممغوص أو سخنان أو تعبان. أساساً يلي عم يخليني سوي كل هذا الشيء إنه بحبه، وما فيني أعيش يوم واحد بلا لك. ما بحسن ابني يوم. شو ها؟ ليش هيك عامل بحالك؟ شو هالمنظر ها؟ ما زبطت الخطة لك يا أمي، ما زبطت معي، فشتك بآخر لحظة. حاجتك بقى جنان أمي؟ حاجة؟ شو عم تعمل بحالك أنت؟ زدت لي إياه للولد والله يهنيه فيه. لك أمي أنا إذا جبت لي إياه، الله وكيلك مالي قدرة ربي، بقى زدت لي إياه. وأنا بوعدك جوزك جواز يتنسيك كل همك، بقى شو رأيك؟ محمود مرحبا، انا موفق. لك رح احاسبك، شو بدي اكلهم عليك؟ اسمعني هلا، بدي اياك تضل عم تراقب لي مرتي. قوام ماما على غرفتك. قوام.
شبكون؟ ومين هيك عامل فيكون؟ ليش في غيره لموفق؟ ينبت الحشيش على أبرب جاه النبي. لك يا بنتي حاجتك مشاكل وبهدلة، ودوري على مستقبلك، عيفينه هالولد وخلصينا من هالقصة بقى. أمي الولد بالشرع بيطلع لي إلي أنا. مزبوط، بس لإمتى؟ يعني بعد ما تخلص الحضانة بده ياخد لك يا بقى. اختصري الطريق من هلا وتبرعي له فيه. اقسم بالله ما رح اسكت له يا امي، رح افتح له تليفون واسفقه بهدله. الو، اعطيني ابنك، مرقي لي اياه. شو بدك منه؟ طيب موفق، تعال بدي تحكي معك سعاد. هي اكيد استسلمت وبدها تعطيني الولد. الو، لك انا بس بدي افهم، لك انت شو عجينتك شو طينتك، وحش ولا بني ادم؟ لك هي ملخت ايد الصغير مره تانية انبسطت؟ يملخوا ايديك بجاه واحد احد. بالله شو كذابه وميت كذابه، انت اللي ملختي له ايده للولد مو انا. شوف موفق، هي عم اقول لك لاخر مره، اقسم بربي اذا بقى بتمد ايدك على ابني مره تانية لاقطع لك اياها من شرشف. فهمت ولا ما فهمت؟ ولك لسانك اللي بده قطع يا مجرمه يلي ما فيكي جنس العاطفه. بي شو بدها منك هالشل شوحه؟ شو بدها مني؟ قال انا اللي ملخت له ايده للولد. انا برجيك يا سعاد، اعملي وكتري اذا ما بخليكي تمشي بالشارع وتحكي مع حالي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الو نعم، يا هلا. ايه موجود، مين قال له؟ ايه على راسي. في واحد اسمه محمود بده اياك. ايه ايه. الو، اهلين محمود، شلون؟ وين هلا؟ ايه ماشي ماشي، خليك عم ترخون منيح. ها ولك جاي لعندك فورا هلا. زهير الله يخليك، طلب لي جايزة ساعية. خلاص روح تتيسر. يلا يلا الله معك، روح روح. لا كبير، اعطيني واحد اصغر منه. اوكي نعم بتعطي. ايه شو منيح ماما؟ حلو. ولك لو ولا انا ولا انت طبعا. ليش يعني كثير حالته خطره؟ لا. لكان شو السبب؟ شو السبب؟ الصغير خايف منكم ورافض يشوفكم.